الو، اهلا يا منى، ازيك؟ ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بصي، انا كان عندي سؤال. انا متجوزه ومخلفه، الحمد لله حياتي يعني ظاهريا مستقر ماشي، بس انا عندي مشكله وعايزه اعرف راي الشيخ فيها. يعني قولي. بصي، اللي هي حته العلاقه او القرب، يعني العلاقه الحميميه وكده. انا في بدايه جوازي كنت عادي بلبي زي اي حد، يعني كان لما كنت ارفض كنت بلبي كتير جدا والله العظيم يا دعاء. بس لما كنت اجي ارفض يفضل يقول لي الملائكه هتفضل تلعنك طول الليل، الملائكه هتفضل تلعنك طول الليل. فكان كنت بيفضل يطبق بترفضي من تعبانة مرهقة، انا عايزة بالظبط، تنامي. يا تعبانه مرهقه مش قادره مثلا كده. كنت برضو مخلفه بنت، فكانت في البدايه كانت البنت بتتعبني جدا ما بتنامنيش. كان يفضل يقول لي الملائكه هتلعنك. فهو طول الوقت بيضغط عليا، عارفه اللي هو في حته ابتزاز، يعني اللي هو ايه، بيبتزني بفكره الدين. ده غير طبعا الابتزاز العاطفي، اللي هو لا ما بتحبنيش، طب انا مش بحبك، طب انا تمام. متجوزاك ومخلفه منك ليه؟ مع الوقت بقى انا اصلا بقى من كتر ضغطه واسلوبه وطريقته وحاجات تانية كتير، برضه تفاصيل كتير في العلاقه، بقى ينفرني منها اصلا. تمام، فبقيت بصراحه بقيت عكس الاول، بقيت برفض اكتر ما بلبي بكتير. فبقى زاد ضغطه في الحته دي، وانا حاسه بيني وبين نفسي بحرمانيه. فانا بس سؤالي، عايزه اعرف هو رفضي طول الوقت سواء بسبب هو او انت بدون كارهاه؟ سبب. انت الراجل بقى، الشخص نفسه كارهاه ولا بتحبيه؟ لا، الاول كانت الدنيا لا كويسه، بس دلوقتي. دلوقتي الصراحه مش زي الاول، يعني كتر ضغطه عليا وكتر يعني زي انا بحس ان هو بيبتزني، بيضغط عليا جدا في الموضوع ده. فبقيت يعني بقيت بحس ان انا بهرب من الموضوع ده. فانا بس انا عايزه اعرف، هو انا رفضي طول الوقت سواء في بدايه جوازي اللي هو كان رفضي الاسباب، مع اني كنت بديله اللي هو عايزه كتير جدا. فهل رفضي في الاوقات دي فعلا فعلا كان الملائكه تلعني طول الليل، ورفضي دلوقتي هل الملائكه فعلا تلعني؟ يعني في فرق بين الحالتين ولا يعني انا طول طيب، ملعونه يعني ولا مش فاهمه؟ انت دلوقتي رافضه عشان انت يعني كعقاب لي او ك مش كعقاب، عارفة لما حد بيبني بينك وبينه حاجز نفسي ابتدى في يشيلك حاجز منه، نفسي. طيب ابتدى خليني اسال فكره، لانه فعلا الملائكه هتلعنك دي طول الوقت ماسكينها لنا. الملائكه هتلعنك ايه؟ والست تبقى تعبانه وميته وطلعان عينيها وعندها 7 عيال ومش عارف تنظف طول النهار، تشتغل وبتعمل وجايه بتموت خلاص، جابت اخرها، الملائكه هتلعنك ليه يعني؟ صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أول حاجة أنت قلت مفيش حاجة اسمها إن شاء الله، مفيش حاجة ما اسمهاش إن شاء الله. لازم تقولي إن شاء الله في كل حاجة. هو أنا قلت مفيش حاجة اسمها؟ قلت في فين؟ الأول كده وأنت بتقولي مفيش، أصلي إن شاء الله، مفيش حاجة اسمها إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. صليتي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا ستي، دعاء ما زلت أقول وأكرر، وإن شاء الله لما تخش معايا الأحوال الشخصية إن شاء الله ونتخانق ونقطع بعض ونبين للناس إن إحنا فاهمين الدين غلط، ديننا الإسلامي إحنا فاهمينه غلط. الرجالة واخدينه من منطق الاستعباد والاستكبار والاستعلاء والسلطة، والنساء واخداه من منطق يعني اقول ايه، الذل والمسكنه، ولازم تبص رجل جوزها بريحتها الوحشه عشان تخش الجنه. كل هذا هراء، وكل هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ايه جميله قوي يا ستي المتصله، وان كنت انا، سامحيني انا ما احبش يثار هذا الكلام على ملأ الناس، لان انا راجل صعيدي وامي دايما علمتني ان الغسيل الخارجي بيتنشر بيتنشر بره قدام والغسيل والداخلي الداخلي جوه. بيتنشر جوه. فسامحيني انا اسف، بس عايز اقول لك في ايه في القران جميله قوي، اسمعيها كده، اسمعيها وتامليها. مش تحفظه بس، اسمعي بيقول ايه ربنا. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم. يا سلام، وقدموا لانفسكم، مهمة جدا الآية دي، وقدموا لأنفسكم. ولما ترجع لستنا عائشة تعرف يعني إيه وقدموا لأنفسكم، تعرف مهمة البسمة في حياة وقدموا لأنفسكم، تفهم مهمة الكلام مع الزوجة في وقدموا لأنفسكم، الملاطفة، المداعبة، الملاعبة في وقدموا لأنفسكم. مش كده وبس، الإسلام الكريم لم يجعلنا عبيد إنسان، وإنما جعلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. إنسان تعبان مرهق،
إذا نام ربنا ما بيحاسبوش على الصلاة لما يستيقظ. فإن حضرتك ربنا مش هيحاسبك وهيحاسبك على الفقر، لا ده لابد الإنسان ده يكون حسيس، يكون عنده أمال جابوا منين الملائكة بتلعنك؟ إمتى بقى؟ حينما ترفض المرأة بلا سبب. لكن امرأة تقول لي ما بيأكلنيش، أقول لها ما تدلوش. إنما جعل حق أمام واجب، فإن أدى واجبه أخذ حقه، وإن لم يؤدي واجبه سقط حقه. طيب يا عم الشيخ بيضربني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استهجن قوي، بيقول في حديث كده أنتوا عايزين تضربوا نسائكم الصبح وبالليل تجمعوهم، إيه الاستهجان ده؟ ده حتى لما بيسألوه على الراجل أو الناس اللي بتضرب نساء، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم، افهموا ديننا صح. يعني هو بيضربها الصبح ويبقى عايز جماعه بالليل ويقولها الملائكة بتلعنك. ده كلام كله. فالمرأة إذا كانت مرتاحة، إذا كانت نفسيا وجسمانيا وعصبيا في راحة وهدوء وفي وفاق وفي سرور وسعادة، ثم امتنعت عن زوجها أثمت ولعنتها الملائكة. لكن إذا كانت مجهدة أو متعبة، فعلى الزوج الكريم أن يراعي وأن يتقي الله وأن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم بأن الدين ليس فزاعة على رقاب النساء، وأن يعلم بأن العلاقة بينهما متبادلة، فلا بد وأن ترضى عنك وترضى عنها حتى يحصل الوئام وحتى يحصل السرور والسعادة. جميل. أرجع لسجود السهو بسرعة. طب قول أنت كده هتضيع سجود السهو.